أول شيء أستاذ عبد الله، إحنا عندنا حلول تسويقية مبتكرة، فنقدر نضمن لك نتائج جدا عالية. وبس خليني أوريك بعض الإحصائيات اللي قد تعاملنا معاهم. انكسر الشر. لكن لو انكسر الشر وقتها كان بيصير كل هذا؟ ذاك اليوم الألوان صارت باهتة، بابا نفس هذا الصوت. أمي أنتي ما تشوفين؟ أنا كم مرة قلت لك انتبهي على الكاسات. أشغلتين الله يشغلك إن شاء الله. أشياء أهم من كاسات. ذيك اللحظة، ذاك الألم بالتحديد، التفاصيل، ملامح أبوي، وجهه، غضب، كل شيء أتذكره إلا مشاعري. ما أذكرها، كل شيء حولي كان واضح إلا أنا. أذكر أني كنت خايفة، ذيك اللحظة غيرتني للأبد. الطفلة المليئة بالحياة اختفت. هذه اللحظات نتجاهلها وتكبر معنا وتكسرنا. ودعني تبقى.